بالتزامن مع انتهاء عاصفة الحزم وبدء إعادة الأمل، سنستعرض اليوم أبرز المشاركات التي تصف الحالة التي يعيشها اليمنيون. فمع بداية كل يوم يتعامل المواطنون مع أزمة شح الوقود المنتشرة في أغلب المدن والمحافظات والتي أعادتهم للعصور القديمة، كما يقول مرسل هذا الفيديو من إبر. الراكب راهن الساعة ساعة لما يوصلوا الباص، أزمة بترول، هؤلاء الركاب. سوف نرجع إلى العصر القديم، عصر الحمير. هذا حال الباص فول أبشن. وهذا الركاب يضاربوا للجولة بمئة ريال، للجولة بمئة ريال. صاحب الباص يقول للجولة بمئة ريال. وهذا هم الركاب في الشارع في محافظة عب، في مديرية الظهار أمام إدارة أمن الظهار. ولم يختلف الوضع كثيرا في تعز، حيث ترك المواطنون سياراتهم في الشارع بعد أن أمضوا أياما في انتظار حصص الوقود. أزمة البنزين، أزمة البنزين بسبب الحوثي. الله يدمره، الله يدمر الحوثي من عنده. هذا ماسكين سيرة كلها عشان البترول.